مبادرة فريقنا اللي هي باختصار يعني فريق يسعى إلى إكفاء العوزة وسد الخلة والمساهمة في إصلاح المجتمع بكافة مجال. فعاليات اليوم مبادرتنا هي عبارة عن مبادرة باسكن على خلق اللي تشمل في طول كرم تشمل عدة أماكن، منها اللي هو زيارة بلدة صيدا وعمال نشاط ترفيهي لأهل البلد. هذه المبادرة يعني لفت النظر وتسليط الضوء على الأماكن بشكل عام. أسعد يوم في حياتي بصراحة، لأنه فعلا الجماعة شاركونا في فرحتنا، وإحنا إن شاء الله في هذا المبنى الجديد إن شاء رب العالمين في المستقبل القريب بدنا نعزمه على المبنى الجديد على أساس يكونوا في نفس النشاط هذا. فعلا إنه نشاط ممتاز جداً.